تحت عنوان نحو تشاركية بحثية تطبيقية، انطلقت فعاليات ورشة جامعة دمشق للبحث العلمي بمشاركة واسعة من وزارات وهيئات من القطاع العام والخاص. هالورشة اليوم اللي عم نقوم فيها جامعة دمشق الحقيقة بتركز على موضوع ربط الجامعة بالمجتمع وربط الأبحاث بالتنمية وبالقطاعات الدولة. ومن هذا المنطلق الحقيقة قررنا أنه نقوم بهالورشة وقسمناها لأربع محاور مختلفة. اليوم أول محور هو العلوم الأساسية والطبية، رح نجمع كل الفعاليات إن كان من جامعة دمشق اللي هي بتعتني بهالأمور هاي، والفعاليات الأخرى اللي ستأتي من وزارات الدولة ومؤسساتها العامة لحتى يجتمعوا مع بعضهم على طاولات واحدة ويقوموا بالنقاش للوصول للأبحاث المشتركة بهالمجال. الورشة عبارة عن 4 أيام، اليوم الأول فيها المحور الطبي ومتعلقات المحور الطبي من جهات حكومية من وزارات وقطاع حكومي. اليوم الثاني رح يكون في المحور الهندسي، رح يكون في وزارات متعلقة بالأعمال الهندسية والأعمال الزراعية، رح نتبادل الحوار حول المشاريع اللي ممكن تتبناها الجامعة كمشاريع بحثية وهي مفيدة لمرحلة الإعمار. اليوم الثالث رح يكون في محور العلوم الإنسانية والمجتمعية، إضافة لإعمار الحجر في إعمار الإنسان، فمفروض نرجع نسلط الضوء على موادنا، على مناهجنا، على التعامل مع الأطفال خصوصا خلال فترة الحرب القاسية اللي عانى فيها الجمهورية العربية السورية سابقا. اليوم الرابع هو المحور الاقتصادي والإداري والقانوني، رح يكون كان في جلسات حوارية ونقاش بين الأساتذة بالجامعة إضافة للممثلين على وزارات العدل، وزارة الاقتصاد، وزارات مختلفة التي تعنى بالشؤون الإدارية والاقتصادية لحتى كمان نتبنى أبحاث علمية تكون مفيدة في المرحلة القادمة. الورشة التي تتوزع فعالياتها بين مدرج جامعة دمشق وقاعة رضا سعيد للمؤتمرات تناقش على مدى 5 أيام عدد من المحاور البحثية بالتشارك مع الجهات المشاركة في كل محور. أهمية الورشة التشاركية التي تقوم فيها جامعة دمشق تنطلق من خلال ربط الجامعة بالمجتمع. طبعا ربط الجامعة بالمجتمع بيكون من خلال المؤسسات التي سوف تحقق التداخل المباشر مع الجامعة، وبالتالي سوف ينعكس هذا الأمر إيجابا على الحالة الاقتصادية وعلى الأمور التطبيقية وعلى المشاكل الهندسية والصحية والاقتصادية التي نعاني منها وإيجاد الحلول المناسبة لها. وزارة التربية لها محور له علاقة بالعلوم الطبية، سواء المواضيع المتعلقة بالصحة العامة أو طب الأسنان أو المواضيع العلوم الإنسانية. قدمنا عرض حول أهم البحوث اللي تم التشارك فيها بين وزارة التربية ووزارة التعليم العالي خلال السنوات الماضية، أهم العقبات اللي واجهتنا من خلال هاي الأبحاث، شو بنطمح أنه نطور فيها بحيث تكون متوافقة مع برامجنا كوزارة التربية وكصحة مدرسية. الورشة تستهدف مديريات التخطيط والبحث العلمي في الوزارات والجهات الحكومية وتتعلق بمحاور العلوم الطبية والأساسية والهندسة والعلوم الإنسانية والمجتمعية والاقتصادية والإدارية والقانونية.